ايوه، ولو رحنا بقى لبعض المشاهد كده برضو ومن تدريبات امبارح، يعني عماد متعب اسم اكيد لو هنتكلم عنه ما ينفعش ان حد ما يقدرش تاريخه بصراحه مع الاهلي ومع منتخب مصر، زي ما كان بيطلق عليه كده جلاد الحراس اللي حسم باهدافه اللي هي كانت دايما ال 90 بلس، مباريات كتيره جدا. كلنا كنا متابعين السوشيال ميديا والجماهير بصراحه بكافه انتماءاته، مش بنتكلم هنا الاهلاويه بس، بصراحه بكافه الانتماءات كانوا بيدعوا له امبارح بعد ما قال انه هيعمل بعض الفحوصات الطبيه عشان شعور يعني ببعض التعب. امبارح بقى اللقطه كان بعض اللعيبه موجودين وبعتوا له رساله من ملعب التتش وهم رافعين تيشيرت متعب عشان يقولوا له الف سلامه عليكم، وكلنا اكيد بنقول له الف سلامه وباذن الله تكون بصحه جيده وبخير. وكمان اللاعبين والجهاز الفني، خليني اقول لحضراتكم بقى على الشق الثاني، احتفلوا بعيد ميلاد حسين الشحاتي. يمكن احنا قلنا الكلام ده من يومين، هو عيد ميلاده كان اول امبارح وتحديدا 21 يونيو، واحنا هنا في البرنامج زي ما احنا قلنا كنا يعني عملنا له تقرير وقلنا له كل سنه وانت طيب. فعلى كل حال هي لمسات جميله وبنتمنى له اكيد الشفاء وان هو يعود. اللي اختلفت برضو التحليلات، يعني بعض كان بيقول يعني ميدو، لو انت تابعت البرنامج كان بيتكلم ان هو عمل عمليه، عماد متعب عمل عمليه يعني في جفنه كان عنده مشكله فيه، واقاويل كتيره. على كل حال مهما كان السبب احنا بنتمنى الشفاء العاجل باذن الله كابتن عماد، يعني زي ما يتقال محبوب برضو الجماهير في كافه الانديه. لا وعلى رايك هو فعلا عماد متعب كمان من الناس اللي محبوب من كل المشجعين لايا كانت انتماءاتهم، كلهم بيحبوه، واحد من اهم الاسماء عبر تاريخ كره القدم المصريه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، لعيب مهم جدا، لعيب تقيل طول عمر. عماد متعب متعب لكل الفرق المنافسه، واحد من اهم يعني مهاجمي النادي الاهلي. وطبعا يعني الى جانب الاخبار دي اكيد برضو لازم نقول لكابتن حسين الشحات كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه وربنا يسعد لك ايامك.